السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هاد شنو هما هادو كورتون لايت، يعني لا ليميير دو ريدو، يعني هنايا بنوماتيك وهنايا عندنا بريس الكتروفان اير بريس، يعني هادي ديال البنوماتيك ديال الهواء، الكتروفان ديال الهواء. هنا يعني عندنا واحد الترانسفورماتور ايمرجنسي ستوب التوقيف، وهنا عندنا هاد البوطونات هادو اللي كيتحكموا في الالكتروفان، يعني هنا. وهنايا عندنا كونتاكتور رولي تيرميك دي جانكتور محول ترانسفورماتور الكتروفان. هنا موتور فاز، عندنا الفاز الاول الثاني الثالث كالعاده، غيدخلوا من هنا. الفاز الاول غيدخل ال 1 ويخرج من تي 1، شتي ديال الرولي تيرميك، وغيمشي ل اي 1. الفاز الثاني اللي دخل من الديجنكتور غيدخل ال 2 ويخرج من تي 2، ويجي باش ال في 1 1. الفاز الثالث غيدخل الديجنكتور، ومن الديجنكتور يدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيجي يخرج من هنايا، من يخرج من الرولي تيرميك تي 3 لانه دخل ال 3، يخرج من تي 3 غيجي من هنايا وغيمشي دول في اه. النوتر غيدخل من هنا ويخرج من هاد الديجنكتور وغيمشي لان ديال المحول ترانسفورماتور، و او هي لاطير. والفاز غناخدو واحد الفاز غنديوه ال ال ال، يعني باش تدخل هنا 220 فولت. خدينا نوتر من هنا وخدينا فاز من هنا ال، ولاطير هنا غيخرج 24 فولت. زيرو فولت غتدخل الالكتروفان وغتجي من هنا، زيرو فولت ياك، غتجي لهاد كوتن لايت شتي، ومن هنا هاهي غتجي 95 ديال الرولي تيرميك، وغتخرج من 96 نورمالي كلوز، غتمشي ل ا2 ا2. و الالكتروفان الخيط الاخر ديال الالكتروفان غيجي من هنايا، غيمشي لهاد البوطون الاولى اللي هنا مشات بحال هكا، وغيجي وغيمشي لهاد الكوتن لايت. هما دابا من هنايا غيخرج واحد 24 فولت هنا، بليس 24 فولت 24 فولت زائد 24 فولت، بليس 24 فولت غتخرج من هنا، وغتجي غتدخل لهاد الامرجنسي ستوب، وغتجي من هنايا غتجي كورتن لايت بحال هكا تشانت معاهم. ومن هنا راه بليز 24 فولت هي غتدخل الباتش بوطون ستوب، زر ايقاف، وتجي باتش بوطون ستار، ومن هنايا غتمشي 14، ومن باتش بوطون ستار غيخرج من واحد الخيط وغيمشي ل ا1، ومن ا1 13. مفهوم دابا؟ دونك هذا هو يعني هذا بنوماتيك هنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous.